اكد وزير الموارد المائيه والري هاني سويلم ان مشروعات الموارد المائيه والري تحت مظله برنامج نوفي تهدف لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخيه وتحول نحو الاقتصاد الاخضر والتوسع في استخدام الطاقه الشمسيه في مجال رفع المياه وتحليه المياه هذا وشدد وزير الري خلال اجتماع عقده مع مسؤولي البنك الدولي لمناقشه موقف دراسه مشروع المرونه المناخيه من خلال التحول الزراعي والغذائي والتحول لأنظمة الري الحديثة في الزراعة، على أهمية الترابط الهام بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعي المياه والغذاء في مصر والعالم